لما شفتها تاني في السنتر كنت ابتديت افهم حاجه. انا محتاج هالة بغض النظر عن كل الظروف. لو ما عرفتش قصتنا هتروح فين مفيش حاجه اعرف احكيها، وانا لو ما حكيتش اموت. كم فرد؟ انا بس. شكلك كده مش جاي تاكل صح؟ باين عليا مش جعان. طيب اشرب حاجه. على فكره انا هخلص شفت الساعه 5. اقول لك هرجع بعد شويه. لا اتمشى شويه وبعدين اعدي على المكتبه. اسمح لي يا فندم، ده وضع غريب جدا. هو ايه ده اللي غريب يا استاذ عمر؟ الحكايه دي يا فندم، يعني اسمح لي اسال سيادتك سؤال. اتفضل. اشكرك. ليه النيابه شغله نفسها باللي اسمه حسن ده وبقضيته؟ يا فندم؟ واحد مجرم يعني مدمن، اكيد النيابه عندها حاجات اهم من كده تشغل نفسها بيها. عارف سيادتك انه حاول ينتحر في مصحه لعلاج الادمان. ده واضح ان انت بتتابعه من زمان يا استاذ عمر. طب بس سيادتك قول لي ايه مصدر الشبهات في الحكايه دي؟ ليه في اعتقاد انها جريمه قتل مش حادثه؟ طيب طبعا انت عارف ان مفيش اي الزام علينا ان احنا نشرح لك الموقف او نقول لك معلومات ممكن تضر بسر التحقيق. مفهوم مفهوم طبعا يا فندم. احنا في الاول فعلا كنا معتبرينها قضيه قتل خطا، بس لما فحصنا الجثه طلع لنا شواهد تانية بتاكد ان الموضوع اكبر من كده بكتير. شواهد؟ شواهد زي ايه يا فندم؟ حسن كان على رقبته آثار خنق، ووشه وصدره عليهم جروح، وده بيقول إن كان في خناقة أو مقاومة أدت لقتله. كده بالنسبة لك الموضوع مقنع إن احنا نكمل تحقيق؟ كنت فاكرة اني هتعب كتير عشان اشوفك. انا مش متعب. بالعكس. لا. الرمادي لونك صح؟ طول عمري بنكر ان عندي لون مفضل. شبهك قوي. الرمادي؟ انا؟ عادي، انا كمان بحب الرمادي، يعني دي مش شتيمة. لما شفتك في السنتر كنت بفكر اني اشوفك، مش تفكير تفكير، كنت متاكد. ليه؟ مش عارف، بس هو حصل. وبعد ما حصل كنت عايز تشوفني ليه؟ سؤال حلو، انا مفكرتش فيه. يمكن عشان الرواية اللي بكتبها. عشان الرواية بس كده؟ الرواية أصلها في الغداء. لا عمر عامل ايه؟ زمانه كبر دلوقتي صح؟ حبيبي بقى عنده 8 سنين، بس من ساعة ما رجعوا على القاهرة بقيت أشوفه بصعوبة. أيوة بس القعدة هنا هتبقى صعبة لوحدك، مش بتفكري تنقلي هناك؟ والله ابني بيتحايل عليا، بس لا ما اقدرش. في السن ده صعب الواحد يغير عيشته وحياته. ايه
السلامة. ابنها اسمه عمر. دي صاحبة الحضانة اللي كنت بشتغل فيها أول ما اتخرجت. ست جميلة قوي. أنت بتشتغلي مدرسة؟ لا، أخصائية اجتماعية. أمال إيه حكاية المطر؟ دي قصة طويلة قوي. أنت بتحبي نعمل إيه؟ أول حاجة هنروح نشتري لك قميص ولا نكمل اليوم كده؟ يلا تشوفيه. قولي بقى. بص لي دي. لا طيب، ولا دي؟ دي لو سمحتي. ايوه. في مرايه هنا؟ اه يا فندم، جوه في البروف. تمام. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه؟ عمر مالها؟ إيه شكلك عامل زي السياح. طب ما انا سايح جاي من القاهره، ايه رايق على البرنيطه حتى؟ لو سمحتوا يا جماعه، ما ينفعش اكتر من شخص في نفس البروفا. انا قلت لك ما ينفعش. خد ده وسيب اللي في ايدك يا دكتور، لايق عليك. شكرا على الشال. لايق عليك وماشي مع الفستان. فنان برضو. انت عارفه ان احنا هنا قريبين من القلعه وممكن ناخد تاكسي من بره. انا جعانه. وانا كمان. يلا بينا، هنلاقي اي مكان واحنا ماشيين. اتفضلي. عارفه المينا دي كانت مهمه قوي في فتره من الفترات. قوافل تجارية والحجاج بيطلعوا من هنا على مكة، عشان كده السلطان سليم بنى القلعة عشان يحمي القوافل دي من قطاع الطرق. الصراحة ما كنتش عارف المعلومة دي، بس أنا مش متعودة أجي مع دكاترة الجامعة هنا. دكاترة الجامعة إيه دي؟ معلومات عامة. بس أنا المعلومات التاريخية بتاعتي متواضعة يعني. بس ببقى مبسوطة كده وانت بتتكلم في موضوع بيهمك قوي. فكرني بجد، انا قلت لك كده صح؟ هو راح على المشكله. اه من زمان. بس جدتك؟ اه ايتو لسه موجوده، بس بقالها سنين عايشه في دار رعايه وتقريبا